عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده من وصفاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ اليوم غادي نصاوبوا واحد الحليوه كتجي بنينه الصراحه، واذا جربتوها غادي تعجبكم. المنظر ديالها زوين وحتى المذاق ديالها غزال. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج عندي هنايا 250 غرام اولا 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرتو. انا خديت الكاوكاو اللي ديجا يعني منقي بلا قشره، حمرتو في الفران يعني ما قليتوش، حمرتو في الفران وطحنتو، خليتو شويه بحال كونكاسي مي كوميم رقيق. غادي نحتاج الكراميل. بالنسبه للكراميل نقدر نحتاج جوج المعالق اولا ثلاثه، المهم اللي غادي يجمعي لي هاد الكاوكاو. ما غنديرو حتى شي اضافه، عندنا الكراميل والكاوكاو فقط لان الكراميل كيكون حلو. غادي نحتاج واحد بياض بيضه. بياض بيضه علاش بياض بيضه؟ هو اللي غادي ندوز فيه هاد الكرات هادي ديالي من بعد ما غادي نصاوبها، باش غادي ندير ليهم اللوز افيلي. ومن بعد منين غادي نسالي غادي نسخن الفران، يعني نسخنو مزيان ونطفيه وندخل الحلوه ديالي، باش هاد لو بلون دوف بحال كيتشمع وكيشبر فيه هاد اللوز افيلي. على بركه الله غادي نبداو. غادي ناخد هاد لو بول هذا، فوالا. غادي نجيب الكراميل. المهم الكراميل خديتو كراميل موجود اولا يعني شريتو صوبتوه في الدار، سي لا ميم شوز. انا عندي كراميل عقد شويه مصوبه في الدار، وتعمدت انني نديرو هكا عقد. الوصفه ديالو سهله صافي. غادي نبدا كنجمع به هاد الكاوكاو، كان عندي سخون درتو في الثلاجه الوغ دوكو برد بزاف، غنبقى نخدم معاه نعطيه الخاطر. ثم اذا صوبتوه يعني على تيساه ما غيحتاج شيء انكم ديروه في الثلاجه. انا لانني كنت مزروبه باش نصور درتو في الثلاجه صافي. غادي نجمع هاد الكاوكاو مع هاد الكراميل. دير جوج المعالق ديال الكراميل هما اللي غادي يجمعوا لي، وحده ما كافيانيش لان خاص هاد الكاوكاو هذا يجينا كوميم كيتعلك شي شويه. نزيد المعلقه الثانيه وغنخدم بيدي باش الحراره ديال يدي غتطلق ليا هاد الكراميل. كنبقى نجمع فيه هكايا حتى يعني كيولي عندي هاد الخليط هذا معلك، كيبقاش عندي الكاوكاو ناشف. ما غاديش نزيد الكراميل لان كما قلت لكم انا عندي كراميل بارد. منين غادي لازت دابا الكراميل، منين غادي نبغي نخدمو غادي يجيني جاري بزاف. الوغ دوكو كنخدمو غير بيدي. نتوما الا كان عندكم كراميل يعني جاري هو ما يكونش سخون لانه تيحرق، اولا الا استعملتو نيس لي كراميل ما غيحتاج شي انكم تخدموها بزاف، راه في ساعه غادي تجمع لكم. فوالا منين كنحس بدوك الكاوكاو بدا كيتكور ليا نقدر نشكلو يعني كيف بغيت صافي. كيكون عندي موجود كنبدا نخدم به. غنزيد ندلكها واحد شويه وغتكون عندي موجوده. فوالا العقده ديالي وجدات، يعني ملي تنبدا تندير لها بحال هكا كتشكل صافي. كنحبس ما كنزيد لا كراميل لا حتى شي حاجه. غنغسل يديا باش تكون الخدمه ديالي نقيه، وغادي ندوس باش نحربل اولا نكور بلوتو هاد الخليط. الو قبل ما غادي نبدا نشكل في الحلوه ديالي كناخذ هاد بياض البيض كندير له واحد الرشيشه ديال لافاني باش كيحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض. فوالا صافي. وباش تجيني الخدمه نقيه ومسوله
كنبدا كنشكل كرات، ما كنخدمش يعني وحده بوحده، كنشكل واحد العدد من الكرات عاد باش كندوزهم في البيض. هذا هو الحجم اللي درت انايا، ممكن تصغروا ممكن تكبروا على حسب كيفاش كتبغيو الحلوه. هي كتعطي واحد الكميه قليله لان فيها غير بيض الكاوكاو، نتوما الا بغيتو اكثر فراه غديروا يعني كميه اكثر. باش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نوريكم كيفاش. صافي كنشد الحبه ديال الحلوه كندوزها في هذا البياض البيض، ما كنخليهاش غير تندوزها وكنزلها في اللوز كومكاسي باش يقبط لينا في هذاك اللوز. ضروري نديرو هاد العمليه هادي، هي اللي كتجعل ان داك اللوز واخا طيب لي واخا يعني الحلوه ماشي غادي يطيب، واخا كنخليوها ما كيزولش منها كيبقى لاصق. نضغط عليها واحد شويه لان ما فيها لا خماره لا حتى شي حاجه. صافي وغادي نديرها في اللاطة ديال الفران. كما قلت لكم بالنسبه للفران غير سخنتو وطفيت عليه وغادي ندخل ليه الحليوه ديالي باش هاد اللوز كونكاسي كيبقى يعني شاد فيها. وضروري ما انكم ديروا البابي كويسون في اللاطة ديالكم. فوالا من بعد ما غادي طيب كنزينوها بخطوط الشوكولا. بغيتو ديروا ليها يعني سوريز في الوسط ديروا ليها سوريز في الوسط، انا غادي نزينها غير بالشوكولا من بعد ما غادي نخرجها من الفران غير يتشمع ليا داك اللوز كونكاسي. صافي كنخرجها. لوز افيلي بلوتو ماشي كونكاسي، تقدروا تستعملوا حتى الكونكاسي ولكن انا كنفضل ندير لوز افيلي تيجيني في المنظر احسن. الا درتوا لوز كونكاسي ديروا فيها اون سوريز كتجي بحال الحلوه ديال المشوك بالكاوكاو بدون فرن. فوالا شتو الا لاحظتوا اننا واخا كنديروا لها البيض لان ما كنخليوهاش بزاف في البيض فراه كنعاونوا بيدينا باش كيلصق ليها داك اللوز. فوالا على هذا الشكل هذا غادي نكمل الكميه ديالي كامله وندخلها للفران باش تشمع، وحتى هذا اللوز هذا كياخذ واحد اللون مذهب عاد باش غادي نخرجها ونزينها بالشوكولاط. نكمل الكميه اللي عندي ونعاود نتلاقاو. فوالا من بعد ما تشمعت لي الحلوه ديالي في الفران شوفوا كتولي يعني داك اللوز افيلي اللي فيها تيولي هكايا مذهب و او ميم طون راه تيلصق. خديت فيه ديال الشوكولا ذوبتو درتو في واحد البوش. صافي وغادي نبدا كندير عليها نقربها مع بعضها ندير عليها خطوط ديال الشوكولاط. انا غندير الشوكولا عادي كحل، تقدروا ديروا شوكولاط بيضاء اولا ديروهم بجوج يعني تيبقى لكم الاختيار، كتجي زوينه في المنظر والمذاق حتى هو كيجي زوين. حنا كنعرفوا بان يعني الشوكولاط والكاوكاو كيتواتاو مع بعضياتهم، اي حلوه يعني كتكون بارده هكايا فيها الكاوكاو فراه تتجي المذاق ديالها زوين بزاف. صافي غنكمل هكايا ونخلي داك الشوكولاط يبرد. بغيتو ديروها في لي كيسات ديروها في لي كيسات، بغيتو تقدموها هكايا غتقدموها بحال هكا. وفوالا من بعد ما كملت ليها الشوكولاط المنظر ديالها كيجي زوين الصراحه وسهله التحضير، كتوجد في سح. غنوريكم كيفاش يعني لا تيكستور ديالها كيفاش دايره، كتجي معسله شوفوا كتجي معسله بداك الكراميل. نتمنى انها تكون عجباتكم، وبحال ديما الى عجباتكم الوصفه ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم. تنقول لكم السلام عليكم، وصفه قادمه ان شاء الله.